السلام عليكم، انا من الشغيلات ديال سون دابيل سيدي معروف قريب الكارفور. كان وقع واحد المشكل مع السيد اللي خدامين معاه، ما خلصناش هذا الشهر هذا اللي فات، سجل الشهر ديال ديسمبر. فاش طلبنا المستحقات ديالنا جبنا البوليس الجمعه اللي من قبل، راه كان الناس ديال البوليس كلهم في خبارهم، راه عندهم ان رابور فيه سميات ديال الناس كامل اللي ما تخلصوش نهائيا، زيرو درهم. عندهم رابور فيه الناس السميات اللي خدوا جزء من الصالير ديالهم. وعدنا قدام البوليس بانه نمشيو بحالنا، والاسبوع اللي من بعد غيعطينا فلوسنا، يعني الجمعه اللي فاتت هذه. فعلا مشينا، جينا الاثنين اللي من بعد، قالنا عرفتي شنو، انا غنعطيكم كونجي سون سولد، ترتاحوا هذه السيمانه باسكو ما عندكمش لاطيط باش تخدموا هذا الشيء. قلنا ليه ماشي مشكل، نجيو الجمعه باش نعطيو الفلوس ديالنا. فعلا جينا الجمعه لقينا كيف ما اليوم الباب توتالمون مسدود ديال لونتربريز. انتقلنا عنده للمكتب ديالو هنايا فالفلوري، رفض انه يستقبلنا. من الاخر تيقول لنا ما عندناش البول، ما عنديش الفلوس، سيروا جريوا طوالكم عامين بما ربحتوني في المحكمه ونوجد لكم فلوسكم. للاسف راه هاد المسطره دابا تدار ديال الشغل، راه كتعاون هاد الناس بحال هكا باش يشفرونا بعربيه تاعهم. حنا مع الاستثمار، مع الناس اللي يدخلوا يديروا الشركات والشباب يلقاو الخدمه، ولكن او ميم طون خاص نفكروا الشباب حتى هما باش ما يضيعوش. هاد الناس كلهم دابا راه واحلين، كاين اللي عنده الكرا، كاين اللي عنده وليداتو، كاين اللي عنده مسائل ديالو، ها الناس معنا برانيين كاع، راه عنده الكرا ديالو، ما عرفتش كيفاش غيدير هاد الشهر الله اعلم. فرنسي الجنسيه، وعنده ماشي غير هاد الشركه بوحدها، راه عنده شي خمسه ولا سته ديال الشركات. اليوم تيقول لك لا حقا ما عنديش فلوس، ما يمكنش، حنا عارفين شحال كندخلوا. مثلا انا عندي اون اكتيفيتي اللي تنجريها انا بيدي، انا عارف شحال كندخل ديال الفلوس، دونك ما يمكنش اليوم تقول لي حقا ما كاينش فلوس وما كاينينش كاع الفلوس. هذه مسؤوليه ديالك، النهار الاول ما تكريش الشركه، الا انت ما قادرش تسيرها ما تكريهاش النهار الاول، لان هادشي ماشي معقول، الحشومه بزاف كاع. لا حنا لانسبكسيون طرافاي راه حنا علمناهم في خبرهم هذه اون سيمين، حتى شي واحد ما تحرك. فمثلا ما فهمتش واش الناس ماغوش يخدموا في هاد البلاد الله اعلم. انا تنوجد رساله ديال المسؤولين، من وزير الشغل وانت نازله، خاص الحل لهاد الناس هادو. واحد السيد ولا كيقول لك فاس بحال هكا، تيقول لك سير جري طوالك تتربحني من هنا العامين وديك الساعه جدوي معايا. اذا حنا تنشجعوا الناس بالعربيه تاعنا، تنقولوا الناس صافي ديروا اللي بغاو، لانني متاكد 100% ان هاد السيد اللي هو من جنسيه فرنسيه لو كانت عنده شركه في فرنسا فيها 64 واحد ما مخلصش، لا يمكن يمشي ينعس في داره، امبوسيبل يمشي ينعس في داره. ولكن للاسف لانه في هاد البلاد اللي للاسف تنقول للاسف القانون تيلعبوا به كيما بغاو، راه حنا دابا تندورو في الزنقه وغنمشيو نقلبوا على رزقنا وصافي ومولا ربي. اش نقول، الا بغاو يديروا معنا حل راه يجي يعاونونا، حنا واقفين قدام شركه، ما بغاوش يديروا معنا حل راه غنصبروا ونمشيو نقلبوا على رزقنا. طلب منا لا ليست ديال لي نون ديال الناس، اسماء ديال الناس بالمستحقات ديالهم، راه وجدنا لهم اللائحه. اتصلنا بالمسؤوله ديال الانسبكسيون هنايا في عين الشوق، قالت لنا ماشي مشكل، راه الدوسي ديالكم غيشوفوه الناس ديالنا. راه حنا اليوم دابا تقريبا 10 ايام وحنا في هذه الحاله هذه، 10 ايام وحنا في هذه الحاله هذه. حنا 10 ايام حنا في هذه الحاله، ما بقيناش عارفين حتى الايام، لانه مثلا تخدموا تجي نخدموا، حنا بغينا نخدموا ما لقيناش الخدمه. دابا عطينا على الاوراق ديالنا مشيو بحالنا سيدي، ماشي مشكل، عطينا المستحقات ديالنا مشيو بحالنا ماشي مشكل، نقلبوا على الخدمه فين كاين. فوالا جو مابيل مصطفى كان، جو سوي اجان كوميرسيال. Voilà, le problème que nous avons, c'est que nous travaillons ici donc, depuis des mois. Et à la fin de ce mois-ci, on ne nous a pas payé notre salaire. Il y avait eu un changement donc, de directeur, bien évidemment une passation de service. Mais depuis, le gars est en train de nous payer notre argent. Or que nous sommes donc, payés, donc, nous payons la location, la nourriture, nous envoyons de l'argent au pays, etc. Et là-bas, nous sommes fatigués. Bon. Donc là, qu'ils nous paient notre argent, c'était ça. Voilà, ça fait deux mois. Oui. Deux mois, on n'a rien toussé. Ils nous avaient donné rendez-vous le mardi passé. Bon, moi, le vendredi, autant pour moi. Bon, là, jusqu'à présent, ça n'a pas été réglé. Bah oui, on est en train de travailler là-dessus, donc avec mes responsables. Bon, actuellement, moi, je suis donc derrière mes responsables, c'est eux qui gèrent cela. Okay. Vu que je suis un étranger, bon, je suis derrière eux. Est-ce que vous avez du loyer à payer? Ah, bah oui, nous avons un loyer à payer. Nous devons manger, nous devons avoir de l'argent à nos parents qui sont au pays actuellement, donc ils comptent beaucoup sur nous. Et là, voilà, on est au 17 du mois et toujours rien. Khalid, on a fait cette société, ça fait d'abord 5 mois presque. ديجا هاد الشخص هذا كيخدم ناس سون كونطرا،
اول حاجه كي ياخذ دي جون اللي عندهم دي ناسيوناليتي ما عندهمش دي كارت دو سيجو ديجا باش انه امبوز عليهم حيت خصهم كارت سيجو باغ افوا ان كونطرا اون بليس دو سا هاد الشخص هذا دابا دارو ان شانجمون دي باترون الى انفوي بليزيور بيرسونس بلا حتى شي حاجه و بلي دو 50% دي زاجون ما خلصهمش في لو موا ديالهم انا جي ديجا ان كونطرا مي ا بارتير دو 4ايم موا لو كونطرا هي عندي avec le salaire de base et tout et en fin de compte la fin des mois ce qui est logique انك تخلص في المواد ديال كومبلي اللي خديتي après la كان شي problème انه licenciement ou bien arrêt de prod à ce moment là on va gérer après mais هو ما خلصناش فرزقنا يعني الشهر كامل حنا خدامين ما خلصناش حنا اون سي ديجا هاد لاكتيفيتي هادي سي سي كون ني رونطابل يعني حنا كندخلوا ليه الفلوس باش انه يخلصنا ما هو يعني لا بيرسون كي جير امين اللي معنا راه هو اللي كيصيب لا فاكتوراسيون ديال هاد لا سوسيتي عارف شحال كتدخل هذيك لاكتيفيتي و اون بليس دو سا كون ما كانش رونطابل و با بارا سي رونطابل وكان عنده فلوس باش انه يخلصنا غير ملي هو عطانا واحد الوعود كاذبه هذيك النهار باش كنا غادي نخلصو مشينا عنده حتى المعارف لو ستاج ديالو اي ديك يعني هاد الشخص هذا قال لك انا ما عنديش فلوس دابا وسيرو نتوما فين ما بغيتو تمشيو ما عندوش فلوس اسكي لا ديكلاري فايت ولا لا ان با ديكلاري فايت سي سا لو بروبليم انه كاين هنا بزاف ديال لي زاكتيفيتي الناس راه بزاف ديال الناس مشاو خداو بروسيدير يعني مشاو عند انسبكسيون دو طرافاي وجابوا ويسي جيستيس عاوتاني في الصباح باش انه ينوطي باللي جاو هما بغاو يخدموا غير لقاو لا سوسيتي راه سادة هاد الشخص هذا حنا عارفينو عنده بليزيور سوسيتي ويعني سي ان اترونجي سي ان فرونسي وكيما قال امي يعني هو كون كان اون فرونس باش انه يدير هاد الشيء هذا ما يقدرش يديرو حيت لابا الي اين لوا ولكن حنا المغرب دابا شوف هما كيعاونوا باش انه يشفر لنا والحق راه هادي راه حاجه باينه واش تخدمتو تا موا وخدامين اون سي اون فيان لو ترونسبور وشاكان وي لابيت راه كاين بنادم ساكن بعيد منا كياخذ دو ترونسبور باش انه يجي يخدم في هاد السوسيتي وتجيبو حتى لا فان دي موا وتقول ليه لا ما عنديش فلوس ما نخلصش بنادم وسا سي با لوجيك وانا ما عرفتش في هاد البلاد هادي واش كاين لوا كي جير لي سوسيتي و احنا كنناجد الناس المسؤولين هما كيشوفوا وبالنسبه لهاد الاشخاص هادو واش كتعاونوهم باش انهم يجيو نصبوا علينا حنا في بلادنا ما فهمناش شنو المطالب ديالكم اليوم الطالب ديالنا عادي الناس يتخلصوا فلوسهم عندهم دي شارج اون بليس دي بيرسون اترونجي لا بلي بار راه اي سون لوكاسيون هنا في لا فان دي مور ما يعقلش عليهم مول الكرام اللي غيجي عندهم ما يعقلش عليه يهز لي حوايج وغيلوحهم ليه برا وهما يبقاو في الزنقه وبنادم غادي يتشرد حنا كنطالبوا غير الناس مسؤولين والانسبكسيون طراويش غادي نمشيو حنا نديروا الاجراءات اللازمه معاهم باش اننا ناخذوا حقنا حاجه اللي طبيعيه اننا نتخلصوا في لو موا ديالنا كومبلي اللي خدمنا وابري الا كانت يعني سوسيتي لا ديكلاري فايت كوسون اون فو سويفر لا بروسيدير يعني باش ناخذوا لي جور اللي بقاو لنا اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة